فترة اختبارات خدت مننا وقت كبير، وكانت كل الأجهزة الفنية في كل الفرق كانت شغالة الحمد لله. بعتوا المحافظات وبعتنا هنا اختبارات عامة واختبارات أعضاء في زايد وفي مدينة نصر، والحمد لله يمكن عملنا تصفيات نهائية لمراحل السنة المختلفة. وأيضا عندي إن شاء الله يوم السبت والحد والاثنين اللي جايين إن شاء الله 2008 و2009 و2010 الفرق الحمد لله فرق بطولة الجمهورية استعدت كلها. أنا عندي بطولة الجمهورية 2001 و99 و2001 و2003 و2004 كله استعد، لأن بطولة الجمهورية بتبقى أهم من بطولة المنطقة، لأن لسه حتى منطقة القاهرة ما بعتلناش لسه بالنسبة لـ 2000 و 2002 لسه ما بعتلناش، و 2005 لسه ما بعتلناش جدول المباريات أو الجدول إمتى المسابقة تبتدي. فكل فرق بطولة الجمهورية الحمد لله استعدت وبيستعدوا كويس جدا الحمد لله. طبعا الاختبارات احنا بنعملها برضو لاكتشاف عناصر كويسة، يمكن في محافظات برضو كان في عناصر كويسة. ابتدينا ندعم يمكن فرقة 2001 ابتدينا ندعم بحوالي 3-4 لعيبة، 2003 فيها حوالي 5-6 لعيبة، 2004 كذلك، ودول طبعا هيخشوا قائمة تانية، لأن طبعا الناس المسجلين من السنة اللي فاتت بيبقى دول القائمة الأولى، والناس دي إن شاء الله تبقى قائمة تانية وهيبقى إضافة للفرق إن شاء الله المختلفة في هذا القطاع. فرق طبعا البراعم فيها عدد كبير جدا جدا، والحمد لله خدنا لعيبة كويسة برضو، لان قطاع البراعم بيبقى عندي ما عنديش مشكله في العدد، ولكن الفرق مراحل السنين المختلفه اللي بطوله الجمهوريه او بطوله المنطقه بيبقى مقيد النهارده. حتى ما بيبقى النهارده في حد من الاختبارات لازم يبقى مميز قوي، نفس الكفاءه اللي عندي او احسن من اللي موجودين عندي او نفس المستوى عشان اخده، ولكن لو اقل خلاص ما عنديش مشكله ان احنا نقول له خلاص يعني هارد لك ما اشوف لك حته ثانيه. ولكن الحمد لله زي ما قلت لك احنا في كل الفرق عندنا الحمد لله بدايه من 2001 2003 و4 وكل الاعمار السنين المختلفه واخدين عدد كبير من اللعيبه الجداد اللي انضموا للنادي الاهلي. القطاع ده في خدمه الدرجه الاولى، دايما القطاع ده في خدمه الدرجه الاولى، ودايما احنا بنسعى للدرجه الاولى. الدرجه الاولى وجهه النادي الاهلي. قطاع الناشئين بيبقى فيه بطولات، والحمد لله انا اتمنى ان احنا كلنا الست سبع بطولات اللي داخلين في السنه دي ناخدهم كلهم، ولكن احنا بنشتغل على محورين، محور البطولات ومحور ايضا ان انت بتطلع لعيبه. الحمد لله معسكر اسبانيا اللي فات كان فيه خمسه من قطاع الناشئين وموجودين في الفريق الاول، واتمنى ان شاء الله ان برضو قطاع الدرجه الاولى يبص للعيبه اللي عندنا، لان في لعيبه كويسه لعيبه مميزه تستحق فعلا ان هي تاخد فرصه في الدرجه الاولى، ودي هتبقى حاجه كويسه. اللعيب اللي بيتربى في النادي الاهلي دايما متربى على روح نادي اهلي وعلى التيشيرت الاحمر، دي مهمه جدا على فكره، مهم جدا حتى لو هو في المستوى الفني 70-80% بس بيعوضوا حته الولاء وحته الروح وحته انتمائه للنادي الاهلي. حتى الجوانب الماديه مش هتلاقي بيطلب جوانب ماديه عاليه قوي، هتلاقي بيرتضي بما يقال، يعني ما فيش عندي النهارده ارقام خياليه، لا اللي هو انه اتربى في النادي الاهلي. مراكز محوريه، ودي طبعا يمكن زي ما قلت لك مستر لسار تيم خدوا معسكر اسبانيا وهو مقتنع بكفاءتهم بدليل ان هم شغالين لحد دلوقتي مع الفريق الاول، واتمنى ان ياخدوا فرصتهم، يعني اتمنى ان هم ياخدوا فرصتهم عشان برضو نسبه احقيه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان هو بيدعم الدرجه الاولى. لان في كتير تساؤلات، يعني كتير ناس تسالني يا كابتن فين قطاع الناشئين، يا كابتن ما بتطلعوش ليه لعيبه للدرجه الاولى. طبعا في عهد نظام الاحتراف والنظام اللي احنا شغالين بيه بيبقى النهارده فرصه اللعيب اللي هيطلع درجه اولى لازم يكون مميز قوي، لازم يكون على مستوى عالي فنيا، لازم يكون الدرجه الاولى محتاجه لمركز معين عشان يقدر النهارده ارشح له حد. يجي يسالني النهارده مين في مركز زي الايسر، مين ستوبر، مين باك رايت، اقدر ارشح له وبناء عليه ياخد فرصته في الدرجه الاولى. كل المسابقات اللي عندي وكل الفرق اللي عندي الحمد لله اتمنى من كل اللعيبه زي ما اتربى في النادي الاهلي زي ما عنده روح الفانيلا الحمراء، اتمنى ان هو في ادائه في المباريات يبقى عنده الروح دي، لان الروح دي على عنصر مهم جدا في كره القدم وخصوصا في لعيبه النادي الاهلي، بغض النظر اذا كان بقول لك النواحي الفنيه حتى لو 50% بيعوض دي بالروح، ودي روح اللي احنا اتربينا عليها داخل جدران النادي الاهلي. اتمنى اللعيبه كلها تبقى عندها هذه الروح، لان هو هدفه مش هدفه نلعب 2004، وهدفه الارقى من كده ان هو برده قدام شويه يلعب درجه اولى، فلازم يكون عنده الطموح ده، لازم يكون عنده الاراده ان هو ان شاء الله يبقى ممثلا للنادي الاهلي او قطاع الناشئين لدرجه اولى ان شاء الله. لازم اعمل ندوه، لازم اجيب حكام يشرحوا للعيبه دي ويشرحوا لكل الفرق القوانين الجديده في تحديث كره القدم او في تحكيم كره القدم، لان في حاجات اللعيب ممكن ما يستوعبهاش، ولكن على الطبيعه ما يكون في حد من الحكام القدام ويشرح محاضرات للعيبه، خلاص اللعيبه هتبقى مستوعبه في الملعب وفي المباراه الرسميه ان شاء الله يعني.